عليكم دكتورة. وعليكم السلام، تفضلي أنا. كيفك؟ كيف سكر معاكي؟ الحمد لله دكتورة، أنا سويت تحليل الأسبوع اللي فات وجيت أشوف نتيجتها، لأن السكر والله مرتفع علي وصرت أعطش على طول ويتكرر احتياجي لدورة المياه وأنت بكرامة. أوكي، رنا سكرك التراكمي 11.2 وصايم 10.5، نتائجك تشير عدم تحكمك بالسكر نوعا ما يعني. إي والله يا دكتورة أنا ملاحظة. طيب ما حاولتي تتحكمين في السكر شوية، تقليلين سكريات، تاخذين أدويتك في وقتها؟ لا والله يا دكتورة الصدق إني أنا مفوتة على الأدوية، يعني ماني منتظمة عليها وحتى الحمية ماني ماشية عليها. طيب أنا إيش رأيك، راح أعطيكي تحويل التغذية يشرحون لك إيش الأغذية اللي المفروض تاخذينها، إيش الأغذية تتجنبينها، وبرسل لك كمان التثقيف الصحي للسكري، في بنات هناك كويسات يعلمونك كيف حتى استخدام الأنسولين والجرعة حقتها. بالإضافة أنا أحتاج أشيك على الشبكية لكل مرضى السكر عندي، أرسلهم لعيادة العيون مرة في السنة. أوكي، يعني الحين بروح تحويل للتثقيف الصحي والتغذية وبعدين أروح أخذ موعد العيون. أيوة بالضبط، واضحة لك، تعرفين من أماكنها؟ أعرفهم أكيد. طيب ممتاز، وهذا موعد كمان لك معانا بعد شهرين من الآن، حاولي تروحين لجميع المواعيد والتحويلات اللي أعطيتك إياها وتحكمي بالسكر أكثر، وبإذن الله أشوفك على خير. في أي سؤال؟ لا دكتورة خلاص، شكرا ما قصرتي، يعطيك العافية.